داخل أسوار شلة التاريخية تصدح حناجرهم في لحظة خالدة. مهرجان الجاز في دورته 25 يمتع جمهوره عبر مزج الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية. لقد عدنا هذا العام ببرمجة خاصة للغاية، نريد عبرها أن نبرز خصوصية وشخصية هذا المهرجان الرائع والفريد من نوعه في شلة. مجموعة أريفا قدمت لوحة موسيقية شكلت مزيجاً بين عراقة الشرق وحداثة الغرب، وتكريس لشعار المزج الذي يميز هذه الدورة. شاركت المغنية الصاعدة سكينة فحصي وعادي الأزوس الفرقة فأمتعوا أسماع الحاضرين. حال الارتسامات اللي عندي على لو فيستيفال من غير زعما الجهه الفنيه اللي انني فرحانه نكون هنايا نكون في ان بروجي كبير وزوين فحال هذا. كاينه واحد الحاجه اللي دارتها لونيون اوروبيان اللي قاسني بزاف، هي انه اول مره كنمشي لان فيستيفال وفي بلاصه ما كنبقاو نشربوا الماء وكنلوحوا البلاستيك، جابوا لينا واحد الكريبات قريعات اللي باش نشربوا الماء، حتى حنا كنحتاجوا نشربوا الماء بزاف سورتو الناس اللي كيغنيو، مي باش ما نجوتيوش بزاف ديال القريعات البلاستيك. مهرجان الجاز بشلة يتواصل على مدى 4 أيام، تبرمج خلالها كل مساء حفلتان تحت عنوان المزج الموسيقي، حيث سيلتقي الجمهور بأزيد من 50 موسيقياً من المغرب وأوروبا للاستمتاع بكل الأساليب والأنماط الموسيقية.